عليكم، يعطيكم العافية. اليوم محاضرتنا إن شاء الله بدنا نطبق معادلات الاتزان، بس في هون حبيت أفرجيكم إنه في عندكم سلايدات فيها أمثلة على طريقة رسم الـ Free Body Diagram وتحديد المحاور الـ X والـ Y وكيف نحدد الـ External Forces والـ Internal Forces Reaction. إن شاء الله بدنا نطبق شروط الاتزان بـ 2D بالبعدين اللي هو الـ X والـ Y axis 2D Equilibrium Conditions، شروط الاتزان في البعدين. إحنا بنحكي عن الجسم إنه متزن إذا كانت جميع القوى All Forces and Moments عزوم الدوران Applied are in balance. بمعنى آخر، كيف يعني in balance؟ معناته مجموع القوى في الاكس تساوي صفر، مجموع القوى في الواي تساوي صفر، وعزوم الدوران حول محور ما يساوي صفر. هيك بتكون القوى متوازنة وعزوم الدوران متوازنة. إذن أبادي is in equilibrium if all forces، لازم تحقق شرط الفورسز، والفورسز بما أنه إحنا نحكي عن 2D معناته عندي forces بالاكس وعندي forces بالواي، and moments حول محور ما applied are in balance متوازنة. كيف متوازنة؟ زي ما حكينا كلها مجموع القوى بيساوي صفر، مجموع الواي الفورسز بالواي بيساوي صفر، وعزوم الدوران بيساوي صفر. وهذا بعبر عنه بطريقة السكيلر، بطريقة الكميات القياسية. The XY coordinate system and the moment about point O can be chosen arbitrarily. حكينا أنت مسموح لك تدور محاور الـ X والـ Y حسب الطريقة الأسهل إلك بالحل، شريطة أنك تحافظ على تعامد الـ X مع الـ Y، شريطة أن الزاوية تكون بين الـ X والـ Y 90 درجة، وأنا مسموح لي أدورها بأي اتجاه. برضو كمان النقطة اللي بختار حواليها عزوم الدوران مسموح لي أختارها بشكل عشوائي. Complete equilibrium in 2D motion must satisfy all three equations. لازم هاي الثلاث معادلات تتحقق عندي عشان أحكي أن الجسم متزن. يعني فرضاً تحققت المعادلة هاي والمعادلة هاي وهاي المعادلة ما تحققت، ما بقدر أحكي إنه in equilibrium. لازم ثلاث معادلات بالتزامن تتحقق. However, they are independent to each other. هاي المعادلات لا تعتمد على بعضها البعض. Equilibrium may only be satisfied in some generalized coordinations. بنشوف هذا الحكي اللي بنحكي. System in equilibrium may still stay still، يعني يبقى ساكن أو يتحرك ولكن ب constant velocity، اللي هو بمعنى آخر حكيناه أول فصل إنه acceleration التسارع يساوي zero. إذن مش معنى أنه الجسم متزن أنه الجسم ثابت، لا، ممكن يكون ثابت وممكن يتحرك بسرعة ثابتة، بمعنى أن التسارع يساوي صفر. شو التسارع اللي هو التغير في السرعة بالنسبة للزمن، يعني V2 ناقص V1 على دلتا T. V2 هاي كلها تساوي صفر، معنى هذا الحكي V2 بتساوي V1. In both cases the acceleration is zero. سواء كان الجسم ثابت وغير متحرك فإن التسارع يساوي صفر، أو سواء كان يتحرك بسرعة ثابتة فالتسارع يساوي صفر. خلينا نشوف الفئات لحالات التوازن اللي ممكن تمر معنا. شوفوا عندنا هون هذا الجدول categories of equilibrium in two dimensions، فئات الاتزان بالبعدين الـ X والـ Y axis. لاحظوا في عندي العمود الأول سميناه force system، العمود الثاني free body diagram مخطط الجسم الحر، وهنا العمود الثالث independent equations المعادلات المستقلة. المقصود بالمعادلات المستقلة في معادلات هي تكرار المعادلات الأخرى، مثلا إذا متذكرين بالرياضيات كنا نحكي مثلا س زائد ص تساوي 10، و2 س زائد 2 ص يساوي 20. هسا هاي بالنظر إنه أنت بتحكي هاي معادلة وهاي معادلة، لكن لو لاحظنا إنه المعادلة الثانية هي عبارة عن 2 في المعادلة الأولى، يعني لو طلعنا عن مشترك صار 2 س زائد ص تساوي 2 في 10، صفت المعادلة الثانية هي عبارة عن 2 من المعادلة الأولى. فأنا لو قسمت المعادلة الثانية على 2 رجعت زي المعادلة الأولى، فهي معادلة غير مستقلة. فإحنا بدنا لما نطبق الاتزان لازم يكون عندي ثلاث معادلات مستقلة لا تعتمد على بعضها البعض. هذا المقصود لما أحكي لك independent equations. طيب خلينا نشوف السيستم الأول بنسميه collinear. collinear forces يعني بهذا النظام كانت القوى على خط عمل واحد. لاحظوا اني انا بالفري بادي دايجرام حددت المحور اكس، طبعا المحور واي حيكون متعامد عليه، ما احتجت ارسم المحور واي لانه ما في عندي فورسز ولا مركبات للفورسز بالاتجاه واي. كولينير فورسز يعني على خط عمل
واحد، هي على استقامة واحدة الفورسز F1 F2 F3. احنا عندنا معادلة الاتزان متفقين انها مجموع القوى بالX بيساوي صفر، مجموع القوى بالY بيساوي صفر، وعزوم الدوران حول محور ما يساوي صفر. المعادلة الأولى طبقناها، هي مجموع القوى بالX بيساوي صفر، فبحكي انه انا F1 اذا افترضت انه هذا الX الموجب بهذا الاتجاه زائد F3 ناقص F2 بيساوي صفر، هاي المعادلة الأولى. بجي بطبق مجموع الفورسز بالY بيساوي صفر، ما عندي بالقوى بالفورسز بالY direction. بجي بطبق معادلة عزوم الدوران، بلاحظ انه هاي القوة لو جيت اطبق عزوم الدوران كلها ذراعها نفسها، يعني لو اخذت حوالين هاي النقطة كلهم على مسافة دي ثابتة، فبالتالي انا ما استفدت لانها خط عمل واحد، فمعناته لا بقدر استفيد من معادلة FY ولا بقدر استفيد من معادلة M عزوم الدوران. فاذا كان عندي collinear forces قوة، يعني بتطلع على السيستم، انت هذا المعطى معك بعد ما رسمت الفري بادي دايجرام، طبعا طلع على السيستم الفورسز باتجاه واحد، معناته فقط بطبق معادلة اتزان واحدة، معادلتين الاتزان ما راح استفيد منهم، ما حيوصلوني لأي حل. ليش ما حيوصلوني لأي حل؟ هذول المعادلة لو سواء طبقت معادلة FY بتساوي صفر وعزوم الدوران بتساوي صفر، حيصير معي زي هاي الحالة، حيرجعوني لهاي المعادلة، حيكون عبارة عن ثابت مضروب به المعادلة الأولى، فما عندي dependent equation، معادلات مستقلة. طيب خلينا نشوف النوع الثاني، concurrent at a point، بمعنى انه الفورسز القوى امتدادها يلتقي بنقطة ما، يعني لاحظ امتداد الفورس F1 F2 F3 F4 امتدادهم التقى بالنقطة، وهي بسميها concurrent، اذا تلتقي او تقاطعها يلتقي بنقطة ما بنفس النقطة. بجي بدي اطبق، وحطيت لاحظوا عند الفري بادي ديجرام حطيت محاور الاكس والواي، مجموع القوى بالاكس بيساوي صفر، حستفيد منها لاني انا بدي احلل كل فورس لمركباتها، هاي لها مركبات وهاي حيكون لها مركبات وهاي حيكون لها مركبات وهاي حيكون لها مركبات، فانا بدي اخذ المركبات اللي بالاكس واطبق عليها معادله الاتزان بالاكس، وباخذ المركبات بالواي وبطبق عليها معادله الاتزان بالواي. فإذا بستطيع أطبق المعادلة الأولى وبستطيع أطبق المعادلة الثانية، ما حستفيد من تطبيق معادلة المومنت كونها تلتقي بنقطة ما، فعزوم الدوران إلها صفر، ما حستفيد من تطبيق هاي المعادلة، بمعنى إنه لو إجيت أنا أطبق معادلة عزوم الدوران حتكون هاي معادلة عزوم الدوران مكررة إما من المعادلة هاي أو مكررة من المعادلة هاي، بطلت معادلة مستقلة، فما في داعي إني أطبقها، يكون فقط تضييع للوقت إني أنا أعمل أخذ كل فورس وكل مركبة، يعني أنت هون بهاي الحالة بدك تأخذ حوالين نقطة ما، هتأخذ مركبات الإكس وتطلع ذراعها، كل مركبة بالإكس بدك تشوف عزوم الدوران مع أو عكس عقارب الساعة، بالمثل بالواي. بعد ما تخلص من هاي المعادلة حتكون إما تكرار من المعادلة الأولى أو تكرار من المعادلة الثانية، فأنا ما استفدت، يعني زي هاي الحالة، خليها هاي ببالك لما أحكي لك ما في معادلات مستقلة، معناته المعادلة مكررة من المعادلة الثانية. نيجي على النوع الثالث من الفورس سيستم، يكون عندي parallel forces، يعني forces متوازية زي هذا الشكل F1 F2 F3 F4، عندي القوة متوازية، حطيت محاور الإكس والواي، بهاي الحالة بطبق معادلة مجموع الFX بيساوي صفر، عزوم الدوران حول الزد أكسس بيساوي صفر، استفدت من معادلة المومنت واستفدت من معادلة الفورسز بالإكس أكسس. آخر إشي جنرال كيس اللي فيها الفورسز يعني ما بتنطبق عليها، لا هي كولينير لا هي كونكرنت تلتقي بنقطة ما ولا هي متوازية، فبهاي الحالة أنا بقدر أطبق ثلاث معادلات، مجموع الإكس فورسز بالإكس بيساوي صفر، عزوم الدوران حول الزد بيساوي صفر، وزد يعني اللي هو اللي طالع، يعني هيك المحور زد اللي جاي متعامد على المحورين إكس وواي بيساوي صفر، ومجموع الفورسز بالواي بتساوي صفر، اللي هو لا تنطبق عليه لا حالة إنه على امتداد واحد ولا إنها تلتقي بنقطة ما ولا إنها متوازية ولا أي واحدة من هاي الثلاث حالات. Some equations are automatically satisfied، في بعض المعادلات تلقائيا حتتحقق عندي، and so contribute nothing in solving in the problem، ومع هيك ما بتساهم بحل السؤال اني انا اطلع المجاهيل، وحنشوف هذا الحكي بالاكزامبلز. الكيسز اللي حتمر علينا، اذا انت شفت قوتين، يعني قوتين للجسم مطبقات على الجسم، وهذا الجسم كان under equilibrium بحال طبعا weight of member are negligible، اهملنا الوزن
حالة إهمال مهمل الوزن مهمل. Equilibrium of a body under the action of two forces only. إذا كان عندي two forces only. These forces لازم يكونوا equal, opposite عكس الاتجاه وكولينر على استقامة واحدة عشان يتحقق شرط الاتزان. يعني خلص أنت بالنظر لو شفت عندك جسمين جسم عليه قوتين عفوا جسم عليه قوتين القوت أو حكيت لك هذا الجسم is under equilibrium مباشرة أنت بتستنتج إنه هذول القوتين لازم تكون متساويتين متعاكستين وعلى خط عمل واحد زي الشكل اللي عندنا هون. هاي عندي هاي الفورس بي بدون أنا لو أجيت هاي خبينا عليها هاي الفورس ما شفنا شو هي. حكيت لك إنه هذا الجسم خاضع لقوتين وهو متزن حتحكي لي مباشرة أخذت هذا الخط المنقط إنه على امتدادها عشان أعطيك إنها كولينية على استقامة واحدة حكيت لي إنها نفس قيمة البي وعكس الاتجاه. بالمثل هنا هذا الجسم طبعا شريطة إهمال الوزن إذا ما أهمل الوزن الموضوع يختلف الموضوع يختلف هذا الشرط بصير غير مطبق. نفس الإشي عندي هاي هذا الأنجل الموجودة هون عندي عليها فورس تو فورسز حكيت لك الجسم under equilibrium مباشرة أن أخذهم على خط عمل واحد وعكس الاتجاه ونفس المقدار حققت شرط المقدار B عكس الاتجاه بالماينس أو أني أنا عكست رسم السهم وأخذتهم على الامتداد نفسه. حالة ثانية حتمر علينا بحل المسائل أنه ما يكون عندنا قوتين يكون عندنا زي الرسمة A يكون عندي ثلاث قوة مطبقة على الجسم. يعني إذا أربعة اختل الموضوع إذا دخل الوزن اختل الموضوع بدك تكون دقيق بهذا الحكي. إذا كان الجسم مطبق عليه ثلاث قوى وكان هذا الجسم متزن فإنه لازم تكون هاي three forces concurrent تلتقي بنقطة ما يعني هي امتدادها التقى بالنقطة أو هاي بسميها concurrent. Equilibrium of a body under the action of three forces only. The line of action of three forces must be concurrent. شرط إنه ما يكونوا متوازيين يعني إذا أعطيتك جسم عليه ثلاث قوى متوازية ما بطبق هذا الكلام. أنا بحكي لك إنها تكون عندي three forces not parallel فمعناته لازم هاي three forces not parallel إذا الجسم is under equilibrium إنها تلتقي بنقطة ما. The only exception اللي هو زي ما حكينا حالة الاستثنائية إذا كانت هاي forces parallel متوازية. طيب هاي three forces بحكي لي أنا بقدر أعملها addition head to tail زي ما تعلمنا بالشابتر الأول وبصير في عندي closed polygon يعني يصير في عندي شكل تسكر الشكل زي الفيجر B. The system may be reduced to three force member by successive addition of the known forces زي هيك F1 F2 وبعطيني إيش F3 وأخذتهم head to tail head to tail لحد ما أنا سكرت هذا الشكل. بهاي الحالة أنا بتحقق عندي شرط مجموع الفورسز بيساوي صفر. If all forces are concurrent إذا كانت الفورسز تلتقي بنقطة مع نقطة O مثلا زي بالشكل اللي عندنا then equilibrium statement calls هذا الإشي يتطلب مني closure of the polygon forces لازم يسكر معي البوليجون. لو إجيت أخذتهم كرسم بياني يعني أخذت أنا scale طول الفيكتور الفورس الموجود عندي متجه القوة الموجود عندي وأخذت الزاوية اللي هو يميل فيها ورسمتهم على رسم بياني المفروض إنه هذا البوليجون يسكر معي. Alternative equilibrium equations مرات أنا كمان زي ما حكينا حسب الشكل هو بفرض علي شو معادلات الاتزان ممكن أتعامل معها. بالحالة A عندي فورس واحدة اللي هي resultant للفورسز الموجودة عندي عند النقطة A وأقدر أطبق إنه معادلة هزوم الدوران حول الA بيساوي صفر. بينما بالشكل الثاني إذا بلاحظ يعني هنا بالحالة الأولى A كانت مائلة بزاوية عشوائية عن الـ X-axis أي زاوية تيتا هون كانت عندي متجه هو يعامد الـ X-axis أو أنا لما اخترت المحاور أنا تعمدت أن يكون هذا المتجه يعني مش إحنا حكينا مسموح لي أعمل orientation بالطريقة اللي تناسبني أخذت أنا الـ orientation بحيث أنه تكون هاي الـ X-axis وهاي axis. بهاي الحالة عزوم الدوران حول النقطة A بيساوي صفر ومجموع الفورسز بالX بيساوي صفر لأنه ما في عندي تأثير على الـ X-axis وبقدر كمان أطبق مجموع عزوم الدوران حول الـ B كمان يساوي صفر. Three independent equilibrium conditions مجموع الX بيساوي صفر مجموع عزوم الدوران بيساوي صفر حوالين A وحوالين B شريطة إنه A B تعامد الـ X direction وهي بلاحظ إنها بتعامد الـ X direction. برضو كمان المعادلات البديلة اللي ممكن أستخدمها بالشكل C مجموع المومنت حوالين الـ A بيساوي صفر بالشكل D مجموع الـ A بيساوي صفر ومجموع الـ B بيساوي صفر ومجموع الـ C بيساوي صفر عزوم الدوران طبعا أنا بحكي بيساوي صفر شريطة أنه النقاط A B و C لا تقع على استقامة خط واحد يعني أنها مش خط مستقيم واحد يصل بينها.
constraint and statistical determinants. هذا الموضوع بيحكي لنا إنه إحنا تعلمنا بالرياضيات إنه لازم عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل. يعني كان عندي ثلاث مجاهيل، أنا بحتاج ثلاث معادلات عشان أقدر أطلع هاي الثلاث مجاهيل. تكون هاي الثلاث معادلات حكينا مستقلة زي ما شفنا قبل شوي، إنها تكون عبارة عن تكرار من خلال الضرب بثابت أو القسم على ثابت. فإحنا اللي حيكون في عنا unknowns، ال unknowns اللي هم تعلمنا عليهم الثري بادي دايجرام، سواء بنحكي بين أو رولر أو فيكس، اللي هم الفورشز اللي جاية من الركائز من الدعائم. إذا كان عندي عدد هاي المجاهيل أكبر من عدد المعادلات اللي أنا طلعتها من الإكويليبريوم إيكويشن، يعني إحنا صفى كل شغلنا بيحكي فيه عندي unknowns اللي هم عبارة عن support reactions، ردود الأفعال اللي ممكن هاي ردود الأفعال تكون Rx مثلاً، Ry، مومنت حوالين النقطة A، حسب أنا شو بتعامل مع نوع السبورت. هاي الأنونز هاي بدي أحلها من خلال equilibrium equations، وإحنا حكينا عندنا ثلاث معادلات equilibrium equations، فأنا بالمرة الواحدة حقدر أحل إن يكون عندي فقط 3 unknowns عشان أطلعهم بالequilibrium equation. لازم يكون عدد المجاهيل يساوي عدد معادلات الاتزان عشان أقدر أحل هذا السؤال. إذا كان عدد المجاهيل يساوي عدد معادلات الاتزان بسمي هذا السيستم الموجود عندي statically determined. فإذا إذا كان unknowns number of، أنا نكتبها بطريقة، إذا كان عندي number of unknowns يساوي equilibrium equations number of equilibrium equations، بحكي عن هذا السيستم statically determined، محدد استاتيكيا. The equilibrium equation may not always solve all unknown of the problem. Simply, if number of unknowns including geometrical variables أكبر من number of equation then we can solve it. ما بنقدر نحلها، هذا الإشي تعلمناه بالرياضيات. This is because the system has more constraint. Constraint يعني اللي هم اللي support نفسها، اللي هي الركائز اللي ماسكة structure، اللي مثبتة السيستم الموجود عندي. Than necessary to maintain equilibrium. معناته عدد الضوابط أو الروابط اللي ماسكة النظام الموجود عندي أكثر مما يحتاج structure. Extract equation from force deformation material properties. طبعا هذا كون كنتم ما تحتاجوا مواد structure 1 و structure 2 ما حتتعلموهم، طريقة الفورس ميثود عشان أنا أطلع الـ unknown اللي بنسميه redundant خامل. ليش سميناه خامل؟ لأنه الأصل إنه هذا رد الفعل أنا مش بحاجته، هو فقط extra، يعني أنا مش بحاجته، يعني أنا بكفيني ثلاث ردود أفعال إنها تمسك الـ structure، لكن أنا هنا موجود عندي أكثر من هاي ثلاث ردود أفعال وبستعتبره خامل. ليش بنحطه؟ بيكون له requirement ثاني، يعني متطلبات ثانية غير الـ equilibrium. خلينا نشوف examples على ال constraint و statical determinants سي تحديد الاستاتيكي. خلينا نشوف هاي العربة عندي أو البلوك. خلينا أرسمكم إياها بطريقة أوضح، هي مش كثير أوضح يعني، رشوا لي إياها. هاي رولر وهاي بن، وعندي من center of gravity نازل ال weight اللي بسميناه m في g. اتفقنا المرة الماضية إن الرولر إلها reaction واحد والبن إلها two reactions. الأنونز عندي الماس في التسارع، هاي معروفة وزن الجسم بقدر أحسبه. الأنونز اللي هو الرياكشنز الموجودة عندي هون، هيكون في عندي هاي الأنونز. طبعا هو معتبر الفورس بالإكس لاغيها، يعني معتبر تو أنونز فقط، هذا أنون بي واي وهون عندنا كيو واي وعندنا كيو إكس، معتبره هذا إيش؟ لاغي. لكن أنا بفضل إنكم تحكوا عندنا ثلاث معادلات اتزان وثلاث unknowns، الواحد، اثنين، ثلاث، three unknowns، وثلاث معادلات اتزان اللي هي مجموع القوة بالإكس بيساوي صفر، مجموع القوة بالواي بيساوي صفر، وعزوم الدوران. بما إنه عدد المعادلات سوى عدد المجاهيل فهو statically determined. خلينا نشوف هذا المثال الثاني. في هون عندي بن، ففي عندي reaction هاي البوينت A وهاي البوينت B، فعندي AX AY وBX وBY. الفورس بي الابلايد هاي معروفة،
عدد المجاهيل الموجودة عندي هون 4، وعدد الاتزان 3، فهو statically indeterminate، غير محدد استاتيكيا. لو بدنا نطلع لأي درجة غير محدد بنحكي 4 ناقص 3 بساوي 1، إذن to first degree، للدرجة الأولى، إذا بنحب نحدد لأي درجة. نجي على هذا الشكل، برضو في عندي هنا AX, AY, BX و BY و CX و CY. الفورس هاي الاكسترنال بتكون معروفة قيمتها، يعني 20 كيلو نيوتن، 10، 50، 100، whatever. عدد المجاهيل 6، وعدد الإكوليبريم إكواجن 3، مجموع قوى الإكس بيساوي 0، الواي بيساوي 0 بعزوم الدوران، فهو statically indeterminate. إذا بدي أطلع لأي ديجري بحكي 6 ناقص 3 بيساوي 3 to third degree. وهيك أنا بكون حددت هل هو statically determined أو statically indeterminate وإلى أي درجة.